الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، إلهي حبسيدي سان إدي الدردار ميا إيا شرعي سينا دلا لسان حيل الليبان توالكاسي كشرتا الدنيا أخربا وحريدين كدق يا إلهي تبارك وتعالى إن العاصدان شرعي خلافتان أمر كيسة شبيسان حيال الدنيا أخرب خساره هالكاسو كجرا. انت كذب حانشاء الله إينا دول استاغنوه لبدا عضو وأسبوعا إن الله في كرد عضي لعضوه إنكي أبوهم سنة كمدة دولك كرد عضي مدهور وحيكو سابسون تاي ديغامة دينا وأنا دعنا ذكر عدي مجال هذا الأسعانوت هي دجال كفسعود دجال كاسي وحنا لنا هاي وينو استاجو وين لا تشوتشيو وين لا وضح الله وين لا وضح فريستو وين سيدك دجاو استاجو وين دي قد دعنا يا هنتي ذا بربورة يسا هي دتك قحية لا تشوتشيو مصلحكم اجرتو صدن سنة كذب ودلك اي دقال سكي بربريين وعقلي يو اي ارقنمو اي كرد الهيد إن ما انت دقال لغن قضاي وح مصلحكم اجرتو دروستي انا صومرتي انا نوحكو قادم ويننا وعقلي حما انت هذا لك دقال وحمر دلو فإذا نملها مركو ضد مسلمين أود حيو مركو هروا سكا قرحين يا إلى تفايدك قاري سو إسكاتو سيا شيطان باكو موتين يا لكن أخيرا مركو أقود بيسا عيب إيا الطوبة أيا دحفري ساني نتيجة كقاري ميسيت ملا هذا روين نهينا أيضو أي سيدة تهيو واجب تهي إن إصلاح إن نبضلك لغصو الضبالو دقالدنا إستاغان أيها دانا وحالاقا مارمان وإن أرنتا سديدين إنا نحدينو سيدة السحدة إيا خلط كرعي إيا محاهبونا مقالدا مدو فترة وحاكت شري نبت قليا حمو وحاكت جلي دلال قرشيسان و هدف كيدو او اها لغو بيكسان ايي بلشادة لبين تيدا هل دور كيدا غان عصتا ديدا علماء ديدا وضياش ايدا وحقرت كيدا كدوان ديگام مدى كالي اي حكومة الصومال لان اي كتاليسو ومددي صدوكا سنة اهيد نبد ايه هرمر ايه برواقو ايه وح الهي اللغمة هذه ايه اللغونا فرحو كسوغنا اد ايه ادنا اي تهي ان لو الاليو لون هرمريو ايضو ديگا مده كلي صومالي ده انتو دبدا قرحيو ايه نبد قيلي حمو ايه نباتوين ايه مواجهات كتشرين هذا مدد أسي ديجا مداسي إن النبض يهرمر استقرار أي كل نولايه ووحل غفر حو أي نتهاي إن لسيحو تشيب وأن راوع له بيسن لكن وحكد ونيد مقال هذا الله سبحانه دليل كارعي مدد سو سعودي مسؤولية هذا وحا إسكالها إنه أما ميل كشيكتو أما سو أفترتو حكومة دميشة كتلينيسي يا السمينية يا ذاتك اللينية يا ذاتك اغتيالية محاك الدوي مقالوين كان مقالدا مقالوين كاكالي واسوالي سوي الدين لو جواب قبها الحكومة دا حكومة دو وكوفة شلنتي إني أرنتا إيا ملفكا إيا فايلكا إني حلسو وانا واحس كاعد عيد والبن سوي الدين سوي ني والبا محاد عاي سيو عجران قضب كاسي وقضب مهمة قضب كاللباد موضان إلا تلمام وحوية داد كي ديگان كمركي وقت كيسان وايين أو صبري وايين
oo ka kacdoomeen oo mudaaharaad ka kiciyeen oo arintii ka gadoodeen jawaabta la bixiyey ee xukuumaddu bixisay ma habboonayn inay noqoto dadka in xabad lagu rido la laayo ma ahayn. Jid kaloo wax lagu hadlayaa la heli karay, saxna ma ahayn dad aan hubaysnayn oo mudaaharaadaya oo qayliyaya oo xaq raadinaya in xabad lala dhacay ninna garowsho ku heli maayo, iyaduna sax ma ahayn, mowqif sax ma ahayn. Gartu allay leedahay, gari allay leedahay. Midda saddexaad waxay ahayd markay odayaashoodii iyo khiyaartoodii intay isu yimaadeen ay tashadeen go'aan iyagu ay maslaxa bideenna ku dhawaaqeen oo inay Soomaali weyntaasi qayb ka ahaadaan ah, iyadana ma ahayn jawaabta la bixin lahaay, mana munaasib kuma ahayn in dagaal lagu qaado madaafiic lagu garaaco, sax ma ahayn. meel kaloo la mariyo jid kaloo looga wareegaa la heli karay, kullu dalika waa khaladaad isfuulay oy tahay in la caddeeyo. anoo og Soomaaliga maanta joogay akhrintiisa iyo daraasadiisa iyo fahamkiisa iyo miisaankiisu inuu qabyaalad yahay, oo in badan ay dhihi doonaan wadaadka waxa ka hadlinaya waa qabyaalad iyo dhalasho, anoo og ayaan haddana aana danka lahayn xaqa inuu cadaadiyo sawaabka muhim ah haba kharaanaado. laakiin waxa kugu soo gaadhay cay iyo aflagaadiya faham xumo ah ninkeeday u taalaa, laakiin xaqiiqada in la caddeeyo waa laga maarmaan. kullu dalika waxaa mas-uul ka ah shacabka dowladda u talisaay, mas-uuliyaddeeda wey. iyadaa laga rabaa shacabka amnigiisa inay ilaaliso, iyadaa laga rabaa istiqraarka inay ka shaqayso, iyadaa laga rabaa wixii dhib ku soo kordha dadka inay iyadu xalliso, iyadaa laga rabaa mashaakishani intaynan isqalin inay wax ka qabato. mas-uuliyad dowladeed waay. waxaanina ma yimaadeen haddii ay horey wax loo xallin lahaa. iyadoo taasi jirto ayaa haddana waxaan leeyahay xal ma aha dagaalku, nin ku faa'iidayana ma jiro. waa in la joojiyo, maslaxadna loo soo noqdo, wada hadal loo soo laabto, ummaddu wada fadhiisato, dhiigga la daadinaya la joojiyo, magaalooyinka la garaacaya la joojiyo, dadka qaxaya la joojiyo, dhibaatadan socota in ay istaagto wey. xataa hadday labada dhinac midkood uu isgar siinayo ama gar leeyahay, ma keenayso in muslimiinta dhiiggooda la daadiyo, bal sida fiicani wax weeye in maslaxa looga wareego waayo. waxaa daliilu ah nabigeenna Muxamed sallallahu calayhi wa aalihi wasalam wuxuu sii sheegay dhacdo imaan doonta. wuxuu sheegay nabigeennu sallallahu calayhi wa aalihi wasalam in ay laba kooxood oo muslimiinta ka midi islayn doonaan. labadaa kooxood xilligay islaayaan waxaa ka dhex bixi doonta koox kaloo saddexaad. kooxdaa goonida u baxdee saddexaad waxaa la dagaalami doonta buu nabigu sallallahu calayhi wasallam. labadii kooxood ee dagaalamaya hore middooda xaqa u dhow ayaa la dagaalami doonta kooxda baxday buu nabigu sallallahu calayhi wasallam. waxaa lagu fasiray xaqiiqaduna tahay xilligii saxaabada rabbiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu dagaal dhex maray Cali ibn Abi Talib iyo ciidan uu hogaaminayo radiyallahu tacaala canhu iyo Mucaawiyat ibn Abi Sufyaan iyo Reesham oo ciidankiisa. labadaa ciidan waa labadii ciidan ee muslimiinta nabigu tilmaamay inay isku dhici doonaan. dagaalkooda dhexdooda waxaa ka baxay khawaarij, oo labadiiba intay ka dhex baxeen bay meel isku urursadeen oo labadii qoloba gaalaysiiyeen. khawaarij waxaa la dagaalamay Cali ibn Abi Talib iyo ciidankiisii kooxdiisiiba la dagaalantay. nabiguna wuxuu sheegay kooxda waxaa la dagaalami doona labada kooxood middooda xaqa u dhow, Cali iyo kooxdiisa xaqa uga dhoweyd Mucaawiye iyo ciidanku watay, nabigaana sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. haddii rasuulku yidhi qoladaasa xaqa u dhow, haddana maca dalika dagaalka dhexdoodaa nabigu ma ammaanin sallallahu calayhi wa aalihi wasalam, bal nabigu ummadda wuxuu ugu yeedhay adoo xaqa uga dhow oo ka garleh
هدنا كود دال إنو سن ليك دادنين أو مصلحة للراديو أو لو وضح الله أو لبات هذا الله سواء أفجر وحنا نبي قل أرنتا كتل مامي صلى الله عليه وآله وسلم ويلكيس حسن ابن علي بن أبي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيو رسولك صلى الله عليه وسلم مال إسهو أكتي سفر لي النبي قل من بركة ساري أيو رسولك مرنا إسهو فيريا مرنا أمضو فيريا مركز النبي وحوله صلى الله عليه وسلم ويلكيغني وسيد إلهينا وحوكوه الشيسين دون الله وكو حوضا ووين أو مسلمين تو إسلينا يا أيو إلهي كوه الشيسين دون السببتيس حسن بن علي بن أبي طالب مركي آبيه علي لدلي إساق أيا حلكي قبتي مركو ساقو قبتينا معاوية وضهالين وكتنازلي مسؤولية ديبو وكتنازلي إساقو عيدا محوك بدن يتبر حق بدن أولي بعمر بن عاص ومعاوية السعودي آد وقعلا علي عيدا حق بدن سوى حسن هلكرا أيو كتنازل ليق مسلمين تسير لو باكيو وحو كتنازل معاوية وكتنازل سند كاسي وسند كعام الجماعة الليلة وسند كمسلمين تمرك لإسوي مادين دقال كي لحظو ده أورا ماذي مدن مدي أي دبوصو نقطي هل دولة أيشين كلا شبكين أوباباي نبي قوفير سمرك أصغو تلمامي علي إيكو حديثو إني حق ليهين هدنا النبي قد دقال ما أمرين كلمنا تلينين بل وحو أماني صلح إيهشيس كاللقال دقال كايساقا أيو نبي سيد نمكو سيويل كيس حسن رضي الله تعالى عنهما مركو حق بان ليه إيه قرب بان ليه إنت أدهالي كارتو ميلات وقال ليه حتو أو مصلحة إيه نبادكو راديسو إنا دقال إيه ديك مسلم كشاهي سحماه لو غورب دغال كاسي انو سي سخداي مصلحه كوما جيرتو وا ان لا سو افجرو او دغال كاسي لا جوجيو انغا مسلمين تكله سومالي دكله امه مسلم كا نظام اي دولت اي شعب وحا انغا سارن حل لو ارينوت ارينتو كوبادي وحويه ان لا غلو هشيسين ودا هذا الشين اسو جيجيت عدادس إن لصارو دراعيها عدادس لصارو إذ كستو أود كلنا أي كشقيسو سيدي لو تشوجين لها حبضن يدقال كان لو نهشين لها واجب ينصارو الله قرآنك كريم كأوحو كليه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما هذا إلا وكو حوضوا مسلمين تا إسلايان مؤمنين تا هشيسية وألا ليه تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم هشيسية كان عشقية واجبك إن صار لك إساقاوة ما هنا دين على صفرنو دين عكلنا كصفرنو فتنظنا سيسية دين مئه وإن إنو كشق إنو سيدي مصلحكو إيمان لهي هشيسية وألا ليه تبارك وتعالى طبعا هدي كوحكم إذا كوحاها سي هشيس كديدو وأي كوك عن سيدو ودقالك خيار كيسا أي دورته مركز ربي وحده تبارك وتعالى هدي كوحي ديدو هشيسك إذن كو كل جينا لوضا دقالو مرك سي الله سو أفجر مشكلة دن آيات القرآن كربي هدى عن أخرين وكوت المامي فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله واجب كمسلمين تواكا إساقاوة واجب كاللبادي وحوي دادك كل ما توبي دقالك إساقاوة كبارك عي كل راو عمي كبابا إلي عي دونا الهجرة إن لو قرمدو إن لعاويو إن لداويو بنام بيشيو غان ورحضا كل عيسا كلي الكتير وادوك سونتين هوي مالي إن دادكاسي لو قرمدو وحي لقارسين كلا لقارسيو إيادا نوا واجب كاللبادة إنا ساران ملكستو أو مسلمين تمشكلة كهيستنا إن إنه كتشوابنو وإنه أحلاق ونضدك رباطيسان واجب إيمانكو إنه فريوه قضب كالصدحات إنه واجب كاوحوه إن لتشوتي أولها قبيالة داعة إذا قال أوغي داعة حماسادو كساليسان حماسادو كرهان تاعة كالصحدة ميديها كالصحدة المصلحة أذيقين لتحريفين يو هذا الباحبدا كدرن هذا البا فتنة وأبورا يدمدفع كدرن إن هذا الذي يوحى لإستفسنا يمد كشقيسه إن صلحة يمصلحة يوناجيس يدقال كحمانتيس لغشقيه ذاتك ولا لها ليسوسو تشيدو لكن أن لغشقينين إن بلا يلا أبورا فتنة لكيئيه ميديا هلو استعمالو ميل بلا يلا أبورا
أما محو أهي قشن كي وضن كصومر يدبلو جو أبابلو أرنت أسينا وحوي وفتنة وليس كذا لو واحد أجاته كريم هذا كعب حيسائي ومسؤولية إلى هرتي سلجو الدين دونه هدي روح مسلمة لبات اللجو جرسية أدا أسو استاجي دونا كلمة نص كذا هذا كي قادة تطبيق مسلمنا ما أنت قيام هذا إلى هرتي سو استاجي دون تكوت تلاقل روح بنفتي صح حسابيو مصلحة دي وانا جنا هلا شقي حدث كاي بعد داسي انت سوان كده هيا بعد هذا الله بعد مدن ان ندل استاجنا وحي تهي بعد هذا كده بعد تركيا هي ودن كسوريا قيبة كم ده للجرير ككل فتي ادو حوكن ضد بدن او كباب ان دور الا باتن كن او روح بمشهد مريسا انت لا لا يهز كده بقولال كن باكو بركعي كميال قريبا كدومي مصيبة ربي واي مصيبة الرب مركي إباني سالسبب إليه ده قرآن كو إنوشيه وادن بيدينا إنك عقلي إسكما إيمانين قرآن كان فهفاهيي وأنا مسألة كقرصون علمانيين تي وحمق قردك كقرصون وي أسبابتا إليه ده هاي مصائبتا بعيسا هاي الله مصائبتا كينا إنو عديي والسبب إنه أينو لرهيوا ها هاتي هذا نمر كي مصيبة وقعدوا وحي أبها انتهى واجبات باكرنا لنايا واجبات كاكرنا لنايا وحوي ذاتك وذات مسلمين ذاتك مسلمين تا إلا لدن قضوا إلا لحنوا صدوا إلا قنحوا إلا لدن قضوا انتا كليا مئه وحي اللقوعة وينكروا للاقاري كرا إلا لقاروا وواجبك إنا سارا ويوانا إيمانك كينيا إيمانك إن قد حيا إيه إسلام لماذا إن قد حيس إيه حرير كالدينات أيه وحكينا يا مسلم ككردبا أدون كالدرف كيسا أوش الشيء إن اللدن قطور لحنون سطور لبات هذا حيستا حتى يوسن دل كل وذاقن حتى يوسن دلش كل وذاقن حتى يوسن مصلحة معينة إذن كد حين لكن ووالالك أو مسلمة إنما المؤمنون إخوة لحنون سطور ويران هذا وحكى لهيلي كرين لعاطفوت هذا وحكى لهيري كري من أدعي نبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين مؤمنين تصف ضوضو استعيل كوضا اسو نحريس شضوضا اسو عاطفات كوضا اسو عاطفون ايان قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل تشد او كلاواي حبنه بيننا هاي ومدنا واي تشيركي تشيركاسي حبن هدو حنون صدو انت كلاواينا لا حنون صدو وين لا حنون صنو لا عاطفونو أدعينو انت رمت الهي انو نحريستو انت راوع الالهي تبارك وتعالى راوع وذا انو ربي تبارك وتعالى اوداويو انت محو اهي بنانك تعالى ربي تبارك وتعالى هوي انو سيو الهينا مصيبة دا سيو اجري ايا كسيو طهارة كسيو بدل خير قولك ورزاق انا لو دعين دعاك ليو ما هي واحد كري كرتنا ولا لك لك سيدا انو نريد تم قدهينا قرمت باي ابا هنتاهي تادي بدي ولا لهينا قرمت باي ابا هنتاهي قرمت بيك هاقا باهن تبارت عدو انتي دوري هردنات قارهان وحان شعلال لها آدو شعلال لها وقلبي قيقو إليه اوما لنا يئن بدونو إنك إنك ميدنا إنان إسلانا جيهوينك الرسمي قيه الصومالي دا أنظمة دو دا إيه دولة دو وحان إسليه وحا هبون أما هبونيت إن أي وحكبدا تعسيدا تعسيدا وحكبدا إن أي سميسا هبونيت ugu yaraan danqashada islaamnimada iyo iimaanka marka laga tago labada shacabka turkiga iyo dawladdiisa iyo shacabka reer suuriya intuba soomaali abaal bay ku leeyihiin abaalka turkigu inuu leeyahay soomaali ku leeyahay waa mid aan qarsoonayn kulligeena aan u wada nooleyn oo u joogna ilaa haddana socda dawladda kaliya soomaali marka laga jeesaday madaxweynaheedu ama ra'iisul wasaaraheedu airport-ka ka soo degay indhihi adduunka soo jeediyay ilaa maantana soomaali garab taaga waa turkiga way miyeyna habboonayn inaad ka abaal guddo ugu yaraan abaal wax yaro abaala inaad guddo suuriya waa dalkii kaliya ee soomaali markay burburtay carabna ka jeesatay dalka kaliya u furnaa soomaali ay degi kartay baasaboorkooda lagu geli karay fiisa la'aan suuriya u ahaa ilaa uu ka burburay soomaalidu dad karaamo leh oo sharaf leh ay ku la soo dhaweyn jiray shacabka reer suuriya waa shacab muslim oo sunni ah dawlad xun baa lagu ibtilay
ميينا أبال كوغولا هينو أوغيران إنتي لوغو غالي بقولكي بحال كمي دا إنات قدود إسحيل قانتو ميينا هين ميينا هين وينا منين مسوحي نكومر مرسونا إلا شيخ وتانا تانا دا نساقتي أنك إنتا نحي ستان نقبضا مساكين بانو نحي وحبا مهلي كرنو مرمر صوت ميينا نقلي وروحير سيدي دولدها قاركوت سميين شعبك إنتات فرد صندوق أفرا وحاتنا هذا المصيبة سأل لك جوابا يا شعبك يا قنعسة تدي الددوينه يكسو جوابا بقلال كونو دولار هل مليون أو دولار ديارتك قادة لخاتير سارة تنروين سارة وحوغا داوين سارة سجل لك تاريخ لإذين كليسا وحوغا يرو أبال قد أوي أبال آد قد يسوي أذيقنا وحبا أنكو يالينين وحير أودتك ولا لها يشاي كودن قد إلا دودن قطاع أي تهيوي أو شاسي وهو المهمة هدي هدى كهر أين السيكتين أي تهي إلا دوقف توي وإلا وحان نقونا إلا دليتا وحبالي قري سار موي قري كقاد ملي داد إن لو حلا تروي وحنان موي أن أبالنا أقون وحنا دترين ومدنا أن أدن قنن سورة سوى سورة ليس لنا مثل الصوب النبي صلى الله عليه وسلم مقحن إيا تصالحن إن أنقاذنا سحما نبي قيرنا صلوات ربي وسلام عليه وحنا فري قعنت إيا أبالك اللي قولي إيه إن لقى أبال قدو حتى قعنت عيدك قولي قال بها النقطو مالك النبي صلى الله عليه وسلم دقال كي بدر وريق قال دي ريق مكا وكقف سدي كقف شيء ودقالك كقف تي رق بدر وقعنتي سأي كتيرا أي النبي وحيولي صلى الله عليه وآله وسلم مطعم من عدي نكي لديه تيري هدو نولان لها محابيستن إقلاها اللي لها وأسي دين لها أبو النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطعم من عدي ما تقنى مطعم من عدي وحو أها نن أضيء أو قال والرسول كإنت الله سو سارين لنتي لكن الرسول كقعنك لها صلوات ربي وسلام عليه أسوق قال أو قال لما كل أنت قعنت رسولك كلها أي أبال كيسي أي رسولك عليها دون ما أنت نولا لها محابيستنا إقلاحا لها وأسيدين لها برسولك صلى الله عليه وآله وسلم أبال قد رسولك صلى الله عليه وسلم عدي وناك إذين سميسا وناك كأبال قد برسولك صلى الله عليه وسلم كل واحد هلي كرتان هداد ويدان واحد أبالك كقدان ودعي أبو نبي صلى الله عليه وسلم إلى آد استناهدان ألا له أبالك واد قدين دعو حتى دعا ما هينو حتى دعا ما هينو وحكا لورك إذا إسك بداي وذلك أدنى ما يكون وحي ويرا وحان ليه مركا ور أبال بالين قولي وحان صح واتبردر أنت لكن وحان لو باهي أحداث تنوكل مركي رعي السؤالات كان نحموقة وحن لي أبي مركان تقارير تأخباري ورك أخرية عدد كصاب سن دولة دير يرؤ أدونك كم يضع ضعيف وقالاء وها درق قالاء باكسو توابي يرباط هذا وقعنك قيسني ديارة داوين صادري نخاتير وحوغاية صادري والدولة دير يرؤ هذا قالاء أنا مئين مضنين مركا شعب إيا دولة با ورمئين المضنين وأرنتاس أي المناسب أحين جوابت إنه إني كسية سنتها تعسية إيا هذا إيا قرآن الله قرى الدولة إني وح كسية بل لين جم مضنية هاي قضية دانا جوابت أي مضنتها أي نصينه لبدا دعضة ولبدا دعضة مهمة لبدا بل إلهي وحلو ديننا تبارك وتعالى مؤمنين تكون لباتهبي إن ربي تبارك وتعالى إنت لنتقون حريسته انت دباتي انت سن الهي دباتي دكا قادو انت بنانك شيفتنا ربي تبارك وتعالى نحريس دي سؤودو تتشيو الهي تبارك وتعالى انك المصائبت انك قرمريو واجباتك يحلك انك سارن هولها ان الهي انك فهنسيو انونا فضوديو هذا وبالله التوفيق صلوا وسلموا على خاتم الانبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ورضى اللهم عن الصحابه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله